يعطيكم العافية. أنا ناصر علي، طالب طب بشري سنة سادسة بجامعة دمشق. بحثي هو مشروع تخرج من الجامعة تحت إشراف الدكتور محمد إياد الشطي. هدف يعني البحث هو مراجعة علمية للموجودات الجينية والبيولوجيا الجزيئية أو السبل الجزيئية الأهم بالورم الأرومي الشبكي الريتنوبلاستوما. أول شيء هاي الخارطة هي أول مشاهدات للورم عبر التاريخ. بال 1597 أول وصف كان من قبل الجراح بيتر باوس من أمستردام. انتقل بعدين العلماء يعني ملاحظات متتالية للورم، أطلقوا عليه أسماء مختلفة مثل ويليام هي أطلق عليه اسمه فنجس هيماتويدز. جيمس ووردروب هو وثق أول امتداد أو أول من وثق امتداد للعصب البصري من الورم. بعدين تم اكتشاف المجهر الضوئي واستخدمه لانجنبخ بدراسة الورم. تتالي بعدين تسمية الجليوما من قبل فيرشو. بعدين فليكسنر هو أول من وصف الوريدات لمشاهدة مجهرياً، وتعاون مع وينترستينر واتبعوا الورم لطبقة المستقبلات الضوئية بالشبكية. وهو انه هلا حاليا اليوم بيطلقوا عليه اسم الوريدات المشاهده بنسيج الورم، وريدات فليكسنر وينترستينر. فيرهوف هو اول من شبه الخلايا الورميه لخلايا جنينيه بالشبكيه الطفليه، لهيك اطلق هي اسمها الارومات الشبكيه اللي هي بتنشا عنها خلايا الشبكيه المختلفه. ومن هون اكتسب اسمه الورم الأرومي الشبكي. بعدين تبنيته الجمعية الأمريكية لطب العيون بعام 1926 واستمر التسمية. ليش مهم هذا الورم أو دراسته؟ لأنه هو أشيع ورم طفلي عيني، وحتى هو أشيع ورم عيني عند الإنسان بشكل عام. في 11 إصابة عالمياً لكل مليون طفل تحت الخمس سنوات. نمطين بشكل أساسي، هو نمط غير موروث ونمط موروث. النمط غير الموروث بنسبة 60% من الحالات، والنمط الموروث بنسبة 40%، وهو المرجح عند وجود قصة عائلية سابقة. ما في ترجيح لحدوث الورم عند الجنسين أو ما له تفضيل عرقي معين. معظم الأطفال المشخصين هم من تحت سنوات. ما رح نحكي بالتظاهرات السريرية، الأشياء على الحدقة البيضاء والحول هي بتظاهر فيها. المسبب المرضي بشكل عام هو الطفرة البادئة الأساسية بمعظم حالات الورم هي الفقد الثنائي القليل للجين RB1 أو حتى تعطيله وظيفيا. هو جين كابح للورم أساسي بالدارة الخلوية، وبتواجد على الذراع الطويل للصبغة 13 بالمنطقة الصبغية 14-2. الطفرة اللي بتصيب الجين RB1 عادة بتكون نقطية من انواع المختلفه نون سنس، فريم شيفت، سبلايسنج، مين سنس، وبروموتر ميوتيشن. الجين بيرمز لبروتين RB1 الكابح للورم، هو فوسفوبروتين خاص بيثبت التكاثر، بيروج للتمايز بالخلايا المولده للشبكيه. في قاعده مهمه بوراثه الورم او بنشوء الورم، انه الورم ما بينشا الا في حال الفقد الثنائي للجين RB1، وهو هذا المبدا الاساسي لفرضيه نوتسون ذات الإصابة الثنائية، لأن النسخة واحدة متبقية سليمة كافية أن تنتج ما يكفي من بروتينات الـ RB1 اللي بتمنع تشكل الورم. النمط غير الموروث اللي هو عفوي بيكون الطفرة الثنائية بتكون جسدية، بتصيب خلية وحيدة بإحدى خلايا الشبكية عند الأطفال، فلهيك بينتج عنا ورم أحادي البؤرة وبعين واحدة. أما بالنمط الموروث فالطفرة هي الطفرة الأولى بتصيب إحدى الخلايا العرسية إما النصفي أو البويضة يعني على شكل جيرم لاين ميوتيشن، فهيدي بتتواجد بقى بكل الخلايا الناتجة عن الانقسام البيضة الملقحة، يعني كامل خلايا الشبكية وبالتالي كامل خلايا الجسم حتى، يعني مو بس خلايا شبكية الإنسان. لكن الإنسان المصاب بالنمط الموروث بيكون معرض إنه يطور خباسات أخرى مستقبلاً يعني بمراحل لاحقة من العمر، أهم الساركوما والميلانوما والورم الأرومي الصنوبري اللي هو إذا تواجد مع الريتنوبلاستوما الثنائي الجانب بسموه ترايلاترال ريتنوبلاستوما. الورم بيتورث بصفة جسدية سائدة مع نفوذية غير كاملة. هلأ نحكي عن الجينات. أغلب حالات الورم قلنا أنه تنشأ عن الفقد الثنائي لـ RB1، وفي طفرات متكررة بجين PCOR، بس هذه الطفرات ما بتفسر بشكل كامل كيف أنه بعد الفقد الثنائي بيصير التطور السريع للورم والغزو السريع للعصب البصري والجسم الزجاجي.
لهيك كان ضروري انه اعمل سلسله الجينوم الكامل لحالات متنوعه من الورم لحتى نشوف الطفرات الاخرى اللي هي مشاهده بالورم. واللي دفع هالشيء كمان انه النماذج الفقريه اظهرت استقرارا جينيا وصبغيا جيدا، وهذه النتائج تدل على عدم الاستقرار، على ان عدم الاستقرار الجيني والافات الناتجه عنه غير ضروريه لتطور الورم الارومي الشبكي. اهم الجينات اللي بتكتسب، اهم الجينات اللي هي بتكتسب او تفقد هي حسب يا اما مولد الورم او جينات كابحه للورم وحسب اختلاف رقم النسخ. واهم هاي الجينات المكتشفه هي الجين MYCN amplification او تضخيم الجين MYCN اللي هي موجوده بنسبه منيحه من الاورام، بس لحد الان ما ثبت دوره، ما عرفنا كيف الاليه الدقيقه اللي بتلعبها بتشكل الورام. ولكن المهم بهيدي الطفره انه هي في بعض الحالات الجدا نادره بتكون الطفره البادئه للورم مع سلامه الجين RB1. يعني احيانا الام واي سي ان امبليفيكيشن كافي لوحده انه يشكل الورم الارومي الشبكي. طفره الجين E2F3 والديك اللي هي بتتواجد ب 45% من الحالات، وهي والتغيير الاكثر مشاهده باستخدام تقنيات التهجين الجينوبي المقارن او السي جي اتش. المهم ببروتين E2F انه هو بيعيق استجابه البي 53 اللي هي بتؤدي للموت الخلوي المبرمج. وكمان الام دي 4 ام دي ام 4 اللي هو كمان على الكروموزوم واحد كمان بيعطل استجابه البي 53. ويلاحظ انه هو يعني بترافق مع الاورام المتقدمه عند الاطفال الاكبر عمرا. وبالنهايه عندنا الكروموزوم 16 اللي هو بصير في طفره على الجين سي دي اتش 11 موجود في سلسله الحالات المدروسه، بيرمز لبروتين كاديرين 11 اللي هو بيشتغل على الالتصاق الخلوي المعتمد على الكالسيوم. ارتباط هاي الطفره او هاي الطفره مرتبطه مع غزو العصب البصري بحالات الورم الارومي الشبكي. اللي بيميز الورم الارومي الشبكي اللي هي صفه مميزه عن بقيه الاورام، نحن بالعاده الاورام اغلب الاورام البشريه بيتم فيها طفره على جين تي بي 53 اللي هو الجينوم جارديان او هو الجين الكابح الورمي الاساسي بجينوم الخلايا البشريه. الا ان الورم الارومي الشبكي ما في ملاحظات على تعطيل واسع لهذا الجين فيه. ومن هون بلش البحث انه نحن كيف ندور على الاليات اللي هي تعطل البي 53 من دون ما يكون في طفره واضحه على موقعه الجيني. اهم هيدي الاليات اللي بتفسر كيف انه يكون في سبيل البي 53 سليم مع تشكل ورم هو انه بيتعطل وظيفيا من قبل اليات اخرى. ومن اهم هيدي الاليات هي التعبير الزائد عن مناهضات السبيل بي 53 اللي هي ام دي ام 2 والام دي ام 4. الام دي ام 4 وظيفته انه بيصب التوقف الدوره الخلويه والموت الخلوي المبرمج عبر الارتباط بالجزء المفعل للانتساخ من بروتين بي 53 الكابح للورم وتعطيل وظيفته. التعبير الزائد عن هاي المناهضات بيتحقق عبر عده اليات، منها طفرات تضخيم جسديه مثل اللي شفناها على الكروموزوم 2 او تعدد شكلي في مواقع الجينات ام دي ام 4 وام دي ام 2 او عبر متغيرات متنوعه على الرنه المرسال اسمها سبلايس فارينتس اللي بتترجم بدوره الى بروتين ام دي ام 4 وبتثبت بدوره البي 53. بدراسه تحليليه ل 52 حاله من الورام وجدت زياده بالتعبير عن ام دي ام 4 بغض النظر عن عدد النسخ الجينيه له. هذا بيدل على التعبير الزائد عنه ممكن يتم عبر اليات ما لها علاقه بعدد النسخ الجينيه مثل وجود تعدد شكلي صغير للنيكليوتيد اللي هو السبين او سنجل نيكليوتيد بوليمورفيزم، وخاصه السنب 34091 هذا مهم جدا واللي هو بيترافق عاده مع تعبير زائد عن البروتين ام دي ام 4. يعني هيدي الدراسه او هي النتائج ساعدتنا ان احنا او ساعدتنا نكتشف يعني اهداف علاجيه ونطور علاجات جزيئيه مثل النوتلين 3 اللي هو مثبط جزيئي صغير بثبط بروتينات ام دي 4 وبيمنعها انه ترتبط مع البي 53. بس هيدي المقاربه بتفترض النجاح في حال سلامه سبيل بي 53 بعد تعطيل جزيئات ام دي 4، اي عدم وجود اليه تعطيل اضافيه له، لأن احنا ما زلنا نفترض انه هو يعطل فقط عن هيدي الاليه او هيدي احدى اليات التعطيل له، بس الدراسات اللاحقه ممكن تكشف اليات تعطيل اخرى.
MYCN amplification او تضخيم الجين MYCN هو المفهوم اللي بيقترح يعني تشكل الورم عبر حدث تطفري وحيد بدلا من التعطيل الثنائي القليل للجين RB1. تم تأكيد هذا الاقتراح عبر تحليل الجينوم الكامل ل 46 ورم بدئي، وهذه الحالات القليلة تم التعرف عليها تتميز بنمط سريري مميز انه هي بتكون اكثر شراسة وعمر اصغر عند التشخيص مقارنة بحالات الورم من النمط غير الموروث او العفوي. جين MYCN هو جين بينتمي لعائلة الجينات MYCN مولد الورم التي تترجم إلى عوامل التساخ تتحكم في التعبير عن بعض الجينات الخاصة بالدورة الخلوية من خلال الارتباط مع بروتين MAX وتشكيل معقد MYCN MAX ومن ثم ارتباط هذا المعقد مع الـ EPOX موتيف. إحدى العلاجات اللي بيقترحها هذا الاكتشاف هو استخدام مضاهئات للمعقد MYCN MAX اللي بتتنافس مع المعقد السابق على الارتباط مع EPOX موتيف وبالتالي تثبيت الانتساخ الجيني. في مقترحين اضافيين كمان تستهدف بروتينات MYCN اللي هي استخدام مثبطات بولي امين ضد بروتين MYCN اللي كشف استخدامها تثبيط شديد للنمو الورمي وتعبير اقل عن الجين. اما المقترح الاخر فهو استهداف كيناز الاورورا اي اللي بيؤدي الى انخفاض مستويات بروتين MYCN حسب ما اظهرته احدى الدراسات. هاي المقاربات الثلاث هي الأحدث باستهداف الجين MYCN أو بهذه الحالة تحديداً الخاصة من تشكل ورم الأرومي الشبكي اللي هو طفرة تضخيم وحيدة مع سلامة أو مع wild type RP1 genes. الآليات الأهم حالياً والأحدث اكتشافاً عن آلية أو عن الدور اللي بتلعبه الآليات فوق الجينية بتشكل ورم الأرومي الشبكي. أهم آليتين بهذا الموضوع هو DNA methylation والمايكرو RNAs. طبعا متيلة الدنا نحن نعرف انه المتيلة الدنا هي لما نحن نمتيل منطقة من الجين فنحن منثبت من 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 تعبير الجيني، اما لما منقلل من متيلته فنحن بنرفع من تعبير الجيني. واول اكتشاف لمتيلة منطقة المعزاز اول اكتشاف للدي ان اي ميثيليشن بالورم الارومي الشبكي هي متيلة منطقة المعزاز الخاصة بالجين ار بي 1 اللي اكتشفت اول مرة عام 1989 وتم تأكيدها وارتباطها بانخفاض في التعبير. خلص الوقت دكتور إذا بتريد. أهم الجينات اللي هي خاضعة للمتيلة هي جين الراس F1A راس associated domain family اللي هو بيرمز لبروتين بيوقف تطاول الدورة الخلوية بيمنع تراكم السايكلين D1 وهو مهم لأنه بشكل علامي واسمة لاحتمالية الإصابة الموروثة بالورم. وكمان الجين MGMT اللي هو بيرتبط بمراحل متقدمة من الورم. أهم جين أو تيروزين كيناز SYK اللي هو كمان التعبير هو نشوف إنه هو upregulated بال RP1 جين بال RP1 بالريتينوبلاستوما عفواً وضروري لبقاء الورم مع إنه هو ما إله دور بالتطور الطبيعي للجهاز البصري. تثبيطه هو كمان علاج هدفي جديد عبر مثبطات مثل ال R406 و B61. هاي المثبطات الجزيئيه بتثبط الاس واي كي اللي هو عاده بفعل الكينازات البي كي سي والجي اس كي اللي بالتالي بتثبت الجين ام سي ال 1 اللي هو بالعاده بيؤدي لبقاء الخليه او سيل سيرفايفل. فتثبيطهم بيؤدي لعلاج الورم الارومي الشبكي. واخر طريقه هي المايكرو ار ان ايز. اهم مايكرو ان ار ايز مكتشفه هو عنقود المايكرو ار ان ايز من يعني 17 ل 92 اللي هو الأونكومير 1 بيقولوا اللي هو بتروج التكاثر عائلة بتروج التكاثر بتثبط التمايز وتزيد من التكون الوعائي. استهدافها أدى لتراجع الورم في الخطوط الخلوية المعالجة بها. وتم تحديد جينين مهمين منها اللي هي MIR20 وMRI17 كأهداف علاجية لعلاج الورم الأرومي الشبكي. اخر شيء بس بدي احكيه عن المكتشفات الحديثه هو الحكي عن السيل اوف اوريجين للار بي 1 جين. نحن الخليه الشبكيه الطبيعيه تتشكل من او شبكيه الانسان الطبيعيه تتشكل من 7 أنواع من الخلايا العصبيه اللي بتعطيها كلياتها بروجينيتور وحيده
لاحظنا بالمحددات البروتينيه اللي هي بتعبر عن البروتينات الموجوده على سطح الخليه انه الخليه الوراميه اللي ورا من الارومي الشبكي هي بتعبر عن نمط هجين او هايبريد سيجنتشر لمجموعه من الخلايا العصبيه الشبكيه الطبيعيه، اهم الاماكرين سيلز والعصي والرودز والكونز والبايبولر سيلز. ولحد الان لم يتم اكتشاف الخليه الاصل الورم الارومي الشبكي، ولكن البحث مستمر عنا واللي هو راح يساعدنا اكتشافها انه نحن نتبع الورم بمراحل تشكله الاولى. البحثي انا يعتبر بحث بسيط ومتواضع امام البحوث الدكتوراه الموجوده، ولكنه فريد من نوعه لانه يعني كسنة التخرج بسنة سادسة ما منلاقي كثير عن البيولوجيا الجزيئية كمشاريع تخرج. وبتشكر هون الدكتور إياد إنه لاحظ هذا الشيء وإنه أعطاني الفرصة أقدم المشروع على بساطته يعني. وبتشكر هيئة التميز والإبداع على عنايتها الدقيقة وعلى شدة لباقتها بإعداد المؤتمر ومساعدتنا على التقديم.